دكتور سلطان السالم ضيفنا اليوم، باحث علمي في معهد الكويت للأبحاث العلمية. والمعروف عنك دكتور أنك شخصية اجتماعية ونشيطة على مستوى المشاركات الإعلامية، أيضا متواجد على مستوى منصات التواصل الاجتماعي وناشط بيئي ومهتم في تعزيز وعي الأفراد في المجتمع وأيضا الأمور البيئية وتحديدا النفايات الصلبة وأيضا النفايات الإلكترونية اللي حيرتنا وما احنا عارفين هي الكوكز ولا لا، لازم تقول. يعطيك العافيه دكتور. الله يعافي، شحيتيني يوم قلت الكوكيز الواعظه. اول شيء جزيل الشكر والعرفان لمحطتكم الكريمه واذاعه دوله الكويت على الله يسلمك نوركم، فجزيل الشكر على الاستضافه. يعني مساله النفايات، بالاول احنا لازم نقول شنو نفايات. يعني احنا اذا بنتكلم عن النفايه او نوعها بالذات لازم نقول شنو هي النفايه. يعني النفايه بالاصل اي ماده تنتج عن تدخل آدمي أو عملية صناعية، سواء في الحالة الغازية أو السائلة أو الصلبة، ولا يراد استخدامها مرة أخرى، فهي discarded مرة واحدة، ما يتم إعادة، خلينا نقول recycling. recycling الآن هذا شلون أتعامل مع النفاية، لكن هذا الأصل في النفاية بالذات. يعني إنه شيء ما نبي. فإحنا عادة نسمع مثلا حشوة نفاية منزلية، نفاية إلكترونية، نفاية مش عارف إيش. لا هذه ما سمعناها، نفاية إلكترونية لازم تقول لنا شنو هي. لا بس شنو المقصد، إن أنت ترجع هذه المواد الغير مرادة أو الغير المراد الاستخدام منها، أو اللي أنا خلاص بس أبي أتخلص منها بطريقة أو بأخرى، إلى نقطة الأصل، فهي نفاية طبية أو مؤسساتية أو وهكذا. صح. أما النفاية الإلكترونية بالذات هي المعدات الإلكترونية أو الكهربائية، أي شيء في تيار كهربائي، أي شيء في دائرة كهربائية ولم يعد الحاجة لها بتاتا، أريد أن أتخلص منها. فهذا المقصد من النفاية الإلكترونية. عرفنا النفاية، الحين هو قاعد يشوقنا زيادة عشان نعرف شنو هي النفاية الإلكترونية. وإحنا ترى هذا السؤال يمكن رقم 6 بس لأنه وايد يشد، حطينا أول واحد. النفاية الإلكترونية باختصار شديد هي المعدات منها. هذا كتخصص بالدراسة. نعم تحديدا إنتاج الوقود والطاقة وتصميم الوحدات والمفاعلات لإدارة النفايات. وطبيعة عملك في المعهد؟ أنا باحث علمي، طبيعة عملي تدخل في الأعمال المخبرية، إدارة المشاريع المهنية الفنية، تدريب الكوادر، وكذلك التعامل مع يعني جزء كبير من الفندنج أو المؤسسات الدعم العلمي. ما شاء الله ممتاز دكتور. يعني نبي نعرف شنو سبب توجهك لمجال التوعية البيئية بشكل عام، وشنو اللي حفزك وشجعك على هذا التخصص بالذات؟ ببساطة شديدة، أنا دخلت الهندسة الكيميائية بشغف طفولة. يعني فاني نف وإحنا نتكلم عن الطفولة وغيره، كنا يعني في الصغر مر تحديدا على الخط السريع نشوف المصافي النفطية وغيره. صح. فكنت أقول أبي أشتغل في هالمكان، أنا ما كنت فاهم شنو هذا. مع الأيام عرفت مهنة المهندس الكيميائي شنو، دخلت في المجال البيئي أكثر وأكثر وأكثر بسبب حبي لمو بس حماية البيئة والحفاظ على ثروات مستدامة أو غير الكلام الأكاديمي الحلو المصفصف زين، لكن مو تليفوني لا ما هذا تليفون محد إنزين هذا فلاش عطى المخرج يعني يمكن في اتصال لكن تحديدا يعني دخلت في موضوع الوعي البيئي لأني لاحظت أنه فعلا في قصور كبير. ومع الأيام لاحظت أن موضوع الوعي البيئي فعلا مهم، لما فيه من حفاظ على سمية المواد والتخلص منها. صح. وإدارة النفاية وما يؤدي إليه من تداخل مع مثلا عناصر بيئية، التربة، الهواء، غيره. فتبتدي تتشعب في المجال أكثر وأكثر وتكتشف شغفك لا أكثر يعني. صح. وهذه زين. الحقيقة الصرفة يعني. زين دكتور، لي وين وصلت في مجال التوعية البيئية؟ شنو آخر شيء وعيت الناس فيه؟ والله أنا لله الحمد يعني من فترة قصيرة جدا لعدد من المحاضرات العامة، كانت سواء يعني ويبنار
ويبينارز أو أونلاين أو غيره أو وجاهيا يعني، بس طبعا تعطل الموضوع بسبب كورونا مثل ما انت فاهم يعني. صح. والقريب العاجل قاعد نرتب سلسلة من المحاضرات العامة، أحب أركز سواء في عملي في المعهد أو بالأنشطة الخارجية مع جمعيات نفع عام وغيرها سواء كنت عضو فيها أو لا، تحديدا على الناشئة وعلى السلك الأكاديمي. فالمحاضرات نوعين، في شيء يصير حق الكبار اللي صاحب الشهادة والتخصص، وفي شيء يصير حق الناشئة، خاصة أنا ما عندي مناهج خضراء بالكويت يعني مناهج مخصصة للوعي البيئي وغيرها وتوني قاعد أسولف مع الأستاذة برا يعني نحتاج نعزز مفهوم المواطنة البيئية. لما أتخلص من النفاية لازم عندي بنية تحتية في الدولة ترد المردود للمواطن، يحس أنه هو ساهم في حفاظ على بيته، ساهم بمردود مباشر هو يستفيد سواء في جيبه لعياله مناهج غيره وبنفس الوقت هناك بنية تحتية في الدولة تقدر تستوعب النفايات تتخلص من الملوثات وغيره. طبعا هذا بإطار عام يعني. حلو. تحس دكتور في جهود يعني قاعد توعي الناس بأهمية المحافظة يعني بشكل خلينا نقول جدي في هذا المجال البيئي وأهمية التخلص من النفايات؟ أنا أمانة ما بأدخل في مسألة تشريح ونقد الواقع الآن فيما يتخلص في التوعية والوعي البيئي، لكن اللي أقدر أقول أنه نحتاج جهد أكبر. المفاهيم البيئية الأساسية تغيب عن الكثير وتقيب عن الكثير. شنو هي المفاهيم الأساسية؟ يعني مثلا شلون تأثر النفاية لما أقلها في البر إنزين أو في البحر أو في البيئة البحرية أو البيئة البرية وغيره، شنو تسوي، شنو تسوي رشاحة أضرارها وغيرها، نعرف شنو تسوي. حاضر شنو ما تسوي فاطمة، شنو ما تسوي؟ لا بقول يعني بس أنا كمفاهيم أساسية يعني تسوي انبعاثات مثلا غيره، وهذه المفاهيم الأصلية يعني إذا وجدت وتعززت هذه القيم راح تلقين المواطن والمقيم على أرض الكويت منه ومن نفسه يساهم بمفهوم المواطنة البيئية والاستدامة مرة أخرى. أما من ناحية شو تسوي على قولة الاختدانة شنو ما تسوي، يعني مثلا نرجع على موضوع النفاية الإلكترونية تحديدا، 40-60% منها عبارة عن معادن سواء فلزية أو غيرها، فأنت تتعامل مع جل من المواد اللي قد تكون سامة من معادن ثقيلة على التربة، حديد، زيبق، رصاص، كادميوم غير إيه، فكل هذا إذا دخل في التربة أو غيره ممكن يسوي له مشاكل كثيرة، لأن يسوي فيها خلل. بالضبط. فأنا محتاج إلى بنية تحتية للتعامل مع النفاية الإلكترونية، والهدف منه ترى بالأصل الآن ندخل في مفهوم الاقتصاد الدائري، يعني مثلا اللي هو كل شيء بدل الاقتصاد الخطي أنتج وأقل النفاية، لا استفيد منها مرة وثنتين وثلاث، أنتج طاقة وقود أطلع. مو هذا اللي إحنا هذا اللي إحنا نبي نسويه يعني. أنا لما أقول لك مثلا النفاية الإلكترونية، نرد مرة ثانية على النفاية الإلكترونية، أنا أقدر أستخلص منها ذهب صرف من النفاية الإلكترونية. نعم، ذهب صرف بعد شيء شايد إيه، فأنا مثلا أقدر أستفيد منها أطلع نحاس، أطلع زيبق غيره كل هذا ليش ما أستفيد منه أنا؟ ليش ما يكون المردود للدولة بشكل رئيسي، المردود يرجع أيضا للمواطن بطريقة أو بأخرى. صح. فهني ندخل في المفهوم الأكبر سواء اقتصاديا أو كمواطنة به. مدام يريتنا على موضوع النفايات أكيد راح نكمل في هذا الموضوع، ولكن بعد الفاصل. دكتور يعني وايد سولفنا عنها عن النفايات وغيرها، نبي نعرف شنو كمية النفايات الإلكترونية اللي موجودة بالكويت ولو نقارنها بدول العالم وشنو تحتوي بالضبط؟ سؤال جدا مهم، مشكرك عليه أمانة دانا. معدل كلي للنفاية الإلكترونية الآن اليوم يقدر بتقريبا 40 مليون طن على مستوى العالم. متوقع إيه، لا تنسي أن النفاية الإلكترونية والأجهزة وغيرها مرتبطة بالإنتاج والدول الصناعية وغيرها ما هي مسألة عادية. الآن لما نفصل بالأنواع بتكتشفين أن كل هذا نفاية إلكترونية وكل هذا إحنا اللي خلصنا قاعد نقله ونتخلص منه مو حاسين. متوقع لسنة 2030 توصل ل 75 مليون طن على مستوى العالم، إذا ما كان في وعي طبعا. بالضبط. بس إحنا خلنا نحط الأمور في نصابها الصحيح، ترى على فكرة النفاية الإلكترونية فقط 5% من كل النفايات على مستوى العالم، يعني فقط 5% بالوزن النفاية الإلكترونية، لكن كمعدلات لإنتاج دول
إنزين المسألة مرتبطة بالاقتصاد، مرتبطة بتطور الدولة نفسها، وجود المصانع والبنية التحتية للصناعة وغيرها و فنجد مثلا من الأرقام، أعلى رقم على مستوى العالم النرويج 26 كيلو للفرد الواحد بالسلة. إنزين نيجي مثلا على المملكة المتحدة، إنزين كاملة المملكة كاملة، بريطانيا وشمال إيرلندا 24 كيلو جرام للفرد بالسنة، استراليا 21، أمريكا 22 كيلوغرام للفرد بالسنة، ترى بس 7 مليون طن بالسنة. إنزين بالسنة شو يحسبوا له؟ إنزين هو طبعا هي مسألة وزن من البرج، وشوف كل إنسان يعني إيش كثر قاعد يدخل هذه النفاية على التوتال الموجود في الدولة. عندنا هالشيء توقعات بالكويت، بالكويت 17 كيلوغرام للفرد بالسنة. إنزين يعني الرقم كبير، ما كبير يعتبر، لا لا يعتبر من الدول الكبيرة، بس بالنسبة لهم إيه صح، إيه يعني بالنسبة لهم ما نقارن. إنزين مثل ما قلت لك هي تربط الأمور بأمور أخرى، يعني مثل تطور الإنتاج وغيره والصناعة، لكن مهني المفارقة. مفارقة الكويت 17، الصين كم؟ 7 فقط. رغم أن تعداد، شنو تعداد السكان في الصين، بس شنو البنية التحتية العجيبة اللي عندهم في استيعاب وإعادة تدوير، وعندهم مبدأ اللي يسمونه الـ EPR، أودي النفاية مالتي الإلكترونية واستردها بطريقة أو بأخرى من الدولة، من الدولة بسواء يعني كوبونات وغيرها، ووفاة الدولة مهتمة في موضوع النفاية الإلكترونية. النفاية الإلكترونية تشمل ترى على فكرة أشياء كثيرة، يعني في أكثر من تصنيف، لكن يمكن التصنيف الأكثر واحد متعارف عليه اللي هو بحسب تصنيف سنة 2003 قانون الاتحاد الأوروبي رقم 108، خمس كاتيجوريز يعني عندي، أو خمس أنواع الأجهزة اللي تعمل بالتبادل الحراري، عندك الفريزرات، المكيفات، مضخات الحرارة، وا 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 وا. كل هذيل النفاية الإلكترونية. فأنتوا كم فريزر قطيتوا هالسنة بالبيت؟ نفايات إلكترونية. كم عندك مثلاً الشاشات، الحواسيب، الموبايلات. في شركة أو يعني مكان، ما أدري إذا هو رسمي أو غير رسمي، أن يستلمون منك التلفزيونات والأجهزة ويسوون لها ريسايكل. هل ممكن هذا نوع من أنواع الحفاظ؟ إيه طبعاً، هو إذا كانت المبادرة هذه معناها أجهزة، يعني أنا ما أتوقع، لأن أغلب الأشياء دائماً ما لها يعني قطع غيار، دائماً يقول لك خلاص قطي واشتري واحد جديد، وهذه أحد الأشياء. إيه طبعاً هذه المشكلة، لكن طبعاً صحيح، لكن أنا إذا كانت هذه المبادرة تدخل ببنية تحتية في الدولة بشكل رسمي، والاستفادة تكون في الدولة بشكل رسمي وترجع للمجتمع أيضا، هني يكون عندنا الموضوع متكامل. يعني لا تنسين أيضا عندك نوع ثالث مثل الإضاءات والمصابيح وغيره، من ثم عندك الماكرو الأجهزة الكبيرة، إنزين الأجهزة كذلك الخاصة بالاتصالات. إنزين يعني البرودكاستينج إكويبمنت، الميكروفونات وغيره. دكتور السيارات تعتبر أيضا من النفايات، جزء منها، يعني كل حياتنا أحسها كذي، يعني صارت لازم نركز على جزء منها. صحيح. نعرف شلون نستخدمها، نعرف. صحيح هذا الكلام الصحيح. أنا ودي أسأل بس سؤال، يعني إحنا اليوم بالكويت شنو محتاجين إلى إعادة تدوير واستغلال النفايات الإلكترونية، شلون نستفيد منها على الوضع الحالي وعلى طبيعة معيشتنا في الكويت؟ طيب أنا عندي طبعا بالكويت مثل ما استعرضنا الإحصائيات، عندي أرقام خلينا نقول شبه كبيرة خاصة بالمقارنة في الدولة وحجمها. أول شيء أحتاج محطات لفرز هذه النفايات، استقبال وفرز النفايات. من ثم عندي طرق عديدة للاستفادة منها. أولا ممكن الاستفادة منها بالطرق الكيميائية باستخدام الأحماض وغيره، وأستخلص المعادن الثمينة منها. ثانيا الإلكترونيك بلاستيك، الإي بلاستيك، البلاستيك يشكل 15-30% من النفاية الإلكترونية بذاتها. هذا البلاستيك يتضمن على أنواع عديدة من البلاستيكس، أشهرها الهيبس مثلا، البوليبروبيلين، إلى آخره، ممكن الاستفادة منه بطريقة أو بأخرى، سواء إنتاج طاقة، حرق غيره، بس بطرق سليمة بيئيا. بيئيا أشدد على هذه النقطة كذلك. يعني من ثم عندي أنا في النفاية الإلكترونية معادن فلزية وغير فلزية، ممكن أني أستفيد منها بإعادة تدوير، تصير كما تفضلتي أستاذ تيتا مساع في موضوع الخردة للسيارات وغيرها. من ثم تبتدي عملية عاد وضع القوانين واللوائح لكل نوع من هذه الكومبوننتس أو العناصر للنفاية الإلكترونية، كما هو الآن حاصل مثلا في الاتحاد الأوروبي.
كل نوع من النفاية وغيره يتم التعامل معه، يدخل شوي شوي في مسألة الاقتصاد الدائري اللي هو الاستفادة من النفاية بشكل عام. تمام دكتور سلطان، شلون تشوف أهمية منصات التواصل الاجتماعي في أنها توصل الأفكار الإيجابية للناس؟ حسابك في أي منصة من منصات التواصل الاجتماعي هو طبعا بالنهاية مرآة لك أنت، فأنت ممكن تستخدمه في إيصال رسائل خضراء توعوية للبيئة، ممكن أنك تستخدمه في إبداء آراء تفيد المجتمع أو توصل وغيره. أفكار جديدة تقدر عن طريق الرسائل. طبعا هي ما هي المسألة، بالمناسبة أشهر الناس في العالم علماء وباحثين وغيره، وترى عدد المتابعين والفولورز اللي عندهم يعني ترى جدا محدود زين، بس يوصلون رسائلهم والناس تسمع لهم وتقرأ بتمعن ويتناقلون الكلام اللي يقولونه. يعني مو كل الناس عندهم مليون فولور اكاونتس وغيره والى اخره. صح. لا، هي المساله مساله شنو تكتب بحسابك. لو عندك لو بالضبط لو عندك اثنين يتابعونك زين، لكن انت الاصل شنو تكتب بحسابك تعكس او توصل الرسائل وتعكس فيها فعلا ارائك بطريقه صحيحه للمجتمع. نعم صحيح. ودكتور ما شاء الله انت حسابك انا لان متابعتك من زمان فادري حسابك وايد في افكار تهم الناس خصوصا في البحث العلمي وغيره من امور النشاط البيئي وغيره. احنا بنكمل معاك دكتور سلطان لكن عقب هذا البريك القصير ورد لكم في السالفه. باحث علمي في معهد الكويت للأبحاث العلمية الدكتور سلطان، ناشط بيئي ومهتم في تعزيز وعي الأفراد في المجتمع فيما يخص الأمور البيئية بشكل عام وتحديدا النفايات الصلبة وكذلك النفايات الإلكترونية اللي صارت موجودة بكثرة خاصة مع تطور التكنولوجيا الحديثة وأدواتها. على هوا او اف ام دقايق يعني معدودة على نهاية برنامج السالفة، لكن ضروري ان الواحد يسولف عن الايجابية والانجاز. دكتور ايش كثر تشوف انه من المهم تعزيزها في مجتمعنا الشبابي؟ جدا جدا مهم. يعني في مسألة اللي هو تكسير المياديف مثل ما يقولون والنقد الهادم وغيره تفرق عن النقد البناء او الطرح اللي يهدف فعلا. صدق ان الواحد ساعات بيني وبينك يعني بعد طق شبته يعني بعد يطيح بس بالنهاية انت تبي توصلها بطريقة او باخرى. انا مثل ما تفضلت يا اختي توم ساعة قلت يعني منصات التواصل الاجتماعي وغيره ها بالنهاية يعني للعامة للمجتمع. صح. فهما لازم يقرونك بحيادية وتشريح كامل للمسألة دون مشاعر. صح صح، لا حد يتحسس من اي شيء ينكتب يعني كل واحد ورايه. طبعا في تجريح يعني احنا ما ادافع عن التجريح وغيره، مو قصدي كذي، بس بالنهايه لما انت تبي تكتب مثلا يعني تغريده او بوست او غيره او لازم تحطها بطريقه او قولي ايميل. تقصدني دكتور تقصدني؟ لا حشا والله ما انا اول مره اشوفك اليوم تحت الهواء قاعد نسولف على هالموضوع. لا بس تحت الهواء انا تحت الهواء تحت الهواء يعني جوب اوفر من انا ما خلينا نوثق على الهواء يعني. دكتور سلطان السالم، احنا يمكن قبل شوي تكلمنا عن موضوع ان شلون نستغل ونعيد تدوير هذه النفايات اذا كنا على مستوى خلينا نقول حكومة، ولكن اذا على مستوى افراد دائما يقولك ثقافة الشعوب تبدأ من فرد ومن ثم تنتقل الى جماعة، ربما هذه الجماعة شو تسوي؟ تسهم في تطوير انظمة جديدة بيئية في العالم. صح. اليوم لما نتكلم عن الصينيين شلون هم 7% واحنا 17% بالنفايات فنحس بالفرق. نعم صدقتي، هي بالنهاية تأثير الفرد هو على المجتمع هو بالنهاية يصب على قرار دولة، هذا ما في خلاف، لكن بالنهاية المسألة مرتبطة في الجهات التنفيذية. صح. نعم. فلازم توجد البنية التحتية لتستوعب هذا الكلام. أوكي. البنية التحتية احنا نبي نخلقها اليوم في بيوتنا، خلنا نعطي نصايح. أوكي. يعني لعامة الناس نبي نصير صينيين على قولة إيمان. شلون خلينا يعني نتكلم على مستوى بسيط وأفراد وإحنا في بيوتنا شلون نتعامل ونعيد تدوير الأشياء اللي عندنا أو نتخلص من نفاياتنا؟
اولا نصير صينيين ما ادري شلون بس انا نصير الكويت نصير بسلوك بسلوك من الصينيات على هذا بسلوك الصينيين اتفق لاني انا شخصيا من اشد المعجبين بجمهوريه الصين انا شخصيا يعني على المستوى الشخصي بسبب افعالهم وقراراتهم طبعا يعني فيما يخص المنظومه البيئيه خلينا نقول اذا بتصير بسلوك صيني في بيتكم زين حاول اولا تقلل استعمالك واعتمادك على المستهلكات والامور ذات مثل شنو المستهلك مثلا بطول البلاستيك اذا تقدر تستعوضها في بطول من نوع اخر تقدر تعيد التدوير انت داخليا في منزلك تستخدم في حديقتكم اذا عندك حديقه مع ان هالايام ما حد عنده بيت بس اذا عندك بطريقه لا وين اللحق دكتور قاعد تلغم لا هو قاعد يشيشني وبعدين اصير بالمدفع دكتور انا قاعد اسولف قدام الميكروفون حتى مو قاعد طالع احد يعني شو اسوي نتخيل ان خذ راحتك خذ راحتك قط لي موضوع اليوم ما عندنا بيوت إنزين. كمل دكتور. يفخر يعطونا بيوت علشان نزرع فيها ونعيد التدوير. خوش. إيه خوش حجة هذه. زين. لا فالمقصد إنك أنت إذا على قدر المستطاع إنك أنت يعني you reduce يعني تقلل فعلا من استهلاك وغيره واو هذا شيء وأمر حميد يعني. لكن أيضا ما راح أحط عيني بعين أحد وأقول له إن الأمور كذي خوش تمام وانتهينا وقضينا وبس إنسى لا. لا توجد القنوات الصحيحة للتعامل مع النفايات في كثير من أنواع النفايات حقيقة يعني ولا سيما منها الإلكترونية. دكتور شلون تشوف مساهمة الشباب في النشاطات المجتمعية والتطوعية في هذا الشيء؟ هل قاعد يتطور ولا ماكو أصلا تطور؟ يتطور بطريقة تصاعدية جميلة جدا وأمانة الشباب الكويتي مو بس في موضوع البيئة وعيها شباب مبدع وعنده أفكار ويبي يسوي وطبيعة العقل الكويتي يعني أنا منحاز لها جدا 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 يعني سواء كان جيل الميلينيالز أو حتى اللي قبله من عمر الشاب الكويتي وأنا قايلها بأكثر من مرة يعني أو قايلها بشاب ولا شابة بعد لا الشاب بس من الاثنين أقصد يعني الشباب بجندر نيوترال يعني ما له شغل بالموضوع يعني لا تحيز احنا هنا لا 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 الشباب المقصد فيها سواء كانوا يعني أولاد وبنات مو هني النقطة لكن دائما أصحاب مبادرات وأفكار نيرة نأتي مثلا على مبادراتهم البيئية حتى منهم من نفسهم يبون يعيدون تدوير يسوون غيره أول جيل صاعد نعم بالضبط فلا بالعكس ونتمنى نشوف أكثر وأكثر يعني. عندكم مساهمات في معهد الأبحاث؟ عندنا مساهمات سواء كانت بيئية أو على نطاق الأبحاث العلمية وغيرها و يعني تشوفين مثلا عندنا الدورة الصيفية والربيعية سنويا نعزز المفاهيم البيئية بمحاضرات بتعاون وغيرها دورات تدريبية برامج تخدم المجتمع الكويتي كذلك لا عندنا لله الحمد يعني مساهمات بالإضافة إلى عملنا الأساسي اللي هو البحث العلمي التطبيقي يعني. حلو شيء جميل احنا تقريبا صراحه سالنا كل شيء كل شيء بس في سؤال ما قلنا قولي يعني لازم اسالك اياه اللي هو سؤال حلقتنا اليوم اوكي بعيد عن كل شيء خلصنا يعني اسئله تدري ليش انا جاوب على الهواء تحت الهواء الجواب وقلت له ابيك تقوله على الهواء بصراحه ان شاء الله اوكي شنو عندك السعاده وين تلقاها بالماديه ولا المعنويه بكلمه ان شاء الله يلا صراحه قال ان شاء الله خلاص كلمه هي جاوبتك لا لا هو السؤال بحد ذاته اصلا يعني في شيء والصبغه الترفيه يعني سواء كانت ماديه او معنويه والاجابه الكلاسيكيه بيقول لك المعنويات وغيره بس حقيقه المساله مو هني انت في مجتمع مادي فطبيعي ان الماديات تجلب السعاده وتوفر لك سبل السعاده والراحه وغيره و و و يعني الماديات لا البيزات تحديدا مو بس البيزات يعتمد على اي عمله الدينار الكويتي دينار كي دي احنا كذي خلصنا ولكن قبل لا نختم نصيحه توجهها حق مستمعينا او كلمه حاب تقولها انا امانه اعيد واكرر شكري لشخوصكم الكريمه واذاعه الكويت على الاستضافه ودائما اكرر يعني الموتو مالي والسلوغن don't waste waste لا تخلف المخلفات فهي ثروه حقيقيه مستدامه يعطيك العافية دكتور سلطان السالم كنت معانا في يعني برنامج السالفة بنات خلصنا مرت الحلقة بسرعة باكر نشوفكم إن شاء الله.